مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. اليوم رسالة كادوريم لوالدته اللي وقفت معاه وساندته في مسيرته المهنية. اللي كادوريم كما صرحوا قال انه تعذب في صغره وخدم جميع المهام، ولا شك في ذلك انه اليوم وصل للنجاحات، وذلك كل بفضل والدته اللي امنت به ووفرت له معناه اللازم مش ينجح في حياته. كادوريم توجهت له عديد الانتقادات من نوف الورتاني، قال له كيفاش عملت الثروه ذي كله، كيفاش عملت الفلوس هذه كله. برشا قالوا عليك اللي انت معناها تبيع في الغبره وتبيع في الاسلحه، لكن رد قاسي كان من عند كادوريم، قال له دعا الوالده هو اللي وصلني للمبتغى نتاعي، ولولا امي ما كنتش نجم نوصل، خاطر امنت بيا وعطت في ثقتها وصرفت عليه فلوس ونجحتني وقررتني وعلمتني. واليوم نحب نوجه لها رسالة حب وتقدير، خاطر لولا أمي ما كنتش نوصل للمعناه المستوى ذا. كما قلت لكم دعوات ميمته هي اللي وصلته، وكادوريم وجه لها رسالة قال لولا أمي ومعناها ورضيتها عليا، وديما تبقى الجنة تحت أقدام الأميات، وأنا اليوم أمي راضية عليا، وذا الشيء اللي خلاني نوصل معناه المستوى ذا، وزاد الشيء اللي خلى العباد تحبني. أنا رئيس بدون أن أكون رئيس، معناها أنا رئيس، العباد تحبني أكثر من لازم، مش على ورق لازم أكون رئيس جمهورية. وهذا كل بدعوات لميمة، قالت لي راك باش توصل لمستوى أنه العباد باش تحبك وتمن بيك، وهذا اليوم الشيء اللي صاير. كما قلت لكم رسالة كادوريم أنه رسالة حب الوالد اللي وقفت معاه وأمنت به. معكم كنا وصلنا إلى نهاية الموضوع.